يتحدث كثيرون من أبناء طرابلس عن وجود بؤر أمنية داخل المدينة تابعة لحزب الله تضم مراكز فيها عناصر لخلايا أمنية لا أحد يعرف عددها المحدد، إلا أن المعروف أنها منتشرة في مناطق مختلفة من المدينة منها التبين والزاهري وباب الرمل وأبو سمرة ومرياطة وجبل محسن. ويستند من يكشف هذه المعلومات إلى معرفة أبناء المدينة بعضهم ببعض وإلى صور ثابتة وشريط فيديو لمجموعة من أبناء التبين يقرؤون الفاتحة على ضريح الشهيد عماد مغنيي، ومنهم من ظهر في اللباس العسكري. في خلايا كثير لحزب الله وحتى مسلحين، مش مبالغ فيه الموضوع، منو مبالغ فيه، في خلايا لحزب الله وكلهم بيقبضوا معاشات وكلهم بيعرفون، يعني بيعرفوا رؤساء مجموعاتهم، بيعرفوا افرادهم. حزب الله شو بده يجي يعمل بطرابلس ببيئه يمكن مش كتير حاضنه لإله؟ يعني هلا حزب الله ما بيناسب بيكون في ساحه سنيه متماسكه وكلمه وحده مقابله، حتى ما يكون حتى يستفرد هو بالحكم. صار في احتكاك بينكم وبينهم لهلا؟ على الاول ما بيتجرأوا هنا على الاحتكاك، هن ناطرين الامر ليجيهم الامر، نحن مسالمين. الامر ليعملوا شو؟ لا يعملوا بلبلة، بدهم مشكل سنة سنة بس عم يحلموا فيه. في مقلب المقربين من خط حزب الله في طرابلس جبل محسن، هناك الدخول ممنوع وكذلك التصوير أمام كاميرا الام تي في بأمر من نائب الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد الذي رفض مقابلتنا واكتفى في اتصال هاتفي معه بالقول إن طرابلس بألف خير. أما في أبو سمرة فيجلس أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان مرتاحا لأوضاع طرابلس وينفي كل ما يحكى عن خلايا موجودة في المدينة تابعة لحزب الله. طرابلس مدينة فيها تعددية، فيها من كل التيارات، وهذه التعددية هي التعددية إغنائية وليس التعددية إلغائية. لا يوجد تسليح ولا يوجد مجموعات مسلحة، ولم يتفوه حزب الله بيوم من الأيام أنه يريد أن يحدث فتنة في طرابلس. وفي حال أراد تيار المستقبل أو أراد حزب الله أن يصنع مثل هذه المشكلة سنمنعه مع كل الشرفاء في طرابلس، مع كل سلاح، سلاح فردي مثلنا مثل كل اللبنانيين، يعني ما أنه في سلاح مضاد للطائرات ويخوض، يعني الصواريخ مش واصلة لعندكم؟ لا ما في صواريخ. في مقاربة مختلفة لما يجري في طرابلس يحمل النائب السابق مصباح الأحد بالقيادات السياسية مسؤولية ما يحصل ويرفض استخدام المدينة لتصفية حساب بين أبنائها في النهاية. اليوم في خلية مظبوط أول واحد حكي عنا أنا، ولكن هالخلية مين اني؟ ولادنا بالآخر. اليوم يلي عم بيصير عم نسمع خطاب وكأنه يجب محاربة حزب الله بطرابلس. طيب مين حزب الله بطرابلس؟ نحن رأينا محاربة حزب الله ما بتتم بطرابلس، لأنه لما بدها تتم محاربة حزب الله بطرابلس معناتها عم بيصير في تقاتل بين الإخوة بطرابلس، هذه ولاد طرابلس ما بيوقعوا فيها. وبالمقابل بلا ما ينحط إمكانات لمحاربة حزب الله بطرابلس، يا ريت يحطوا الإمكانات للم الشباب اللي راحوا عند حزب الله بطرابلس. يعني لما بنسمع نحن وكأنه في مشكل مع العلوية، نحن ما عندنا مشكل مع العلوية، يلي عم بجربوا يقولوه إنه هيدي من وراء سوريا. ليش شو الناس بدون يشيلوا بشار الأسد بسوريا؟ لأنه علوي. القذافي كان علوي، بن علي كان علوي، مبارك علوي، ديكتاتورية. أيا يكن في النهاية حجم خلايا طرابلس والسلاح فيها، يبقى أن الأمر متعلق بحجم حضور الدولة في هذه المدينة أو غيرها.